نعلن على انني وضعت اليوم الصباح ملف الترشيح ديالي للدائره الشماليه بالنسبه للبرلمان. غالبا في اخر الاسبوع غادي نحطوا اللائحه ديال التابدنت، مازال ما حسمناها، مازال كاين نقاش حولها، نحسموها من هنايا لاخر الاسبوع. واحد الاجتماع مقرر في الرباط باش نحسموا الموضوع ديال اللائحه ديال التابدنت. المستوى الوطني غطينا حتى الان 89 دائره، قتلت 3 دوائر، غنحسموها من هنايا لغدا. باقي المفاوضات خدامه وباقي النقاش كاين. حاولنا نغطيو حوالي 90% من الجماعات في المغرب، مازال كندولو عليهم، حيث ان العمليه خدامه قوة. ظرف التجمعات ما غاتكونش بداك الشكل اللي كانت، غادي تولي التجمعات محدودة. لهذا اللي عرضنا عليه وجا لشي تجمع ولا شي اجتماع مزيان، اللي ما جاش راه ماشي قصينا، راه العدد كيفرض. إذا كنا اليوم تلاقينا مع 20 هنا، غدا نتلاقاو مع 20 أخرى هنا، ولا الأسبوع الآخر نتلاقاو مع ماشي نفس الأشخاص. هذا انتظرونا. الآن حد الآن الوضعية ديالنا جيدة جدا على مستوى حنايا في المراتب الأولى. التحليل اللي عندنا طبيعة المرشحين وتحليل الساحة السياسية، حنا في المراتب الأولى في المغرب. جميع الامكانيات اللي عندنا وفرناها الان، بقات لنا شي بعض الامكانيات الصغيره، ولكن المعركه غادي تكون قويه، لانه كاين واحد الضغط مالي من طرف حزب معين، وحنا كنتواجهوا معاه في جميع الاحوال. لذلك حنا ما دخلناش معركه كبيره في الغرف على مستوى المكاتب، لان رفضنا نتحالفوا مع ناس وصلوا امكانيات ماليه كعرفها الجميع. هاد الاسبوعين اللي جايه غادي تكون حاسمه، وانا محتاجين لينا نتجندوا الليل والنهار. خصكم العمل الوحيد اللي يمكن يعطي نتيجه هو بورتا بورت، باب باب، خصكم تقوا باب باب. النساء تكونوا مع النساء، والرجال تكونوا مع الرجال. هاد القانون عندنا طموح كبير باش ناخذوا مدينه التردد، غادي نترشح كوكيل لائحه لمدينه التردد. لأننا طموح باش نوفروا شي امكانيات لهذ المدينه اللي كارثيه الوضعيه ديالها. في نفس الوقت انا ما عندي رغبه انني نبحث على موقع لوحدي، انا بغيت نفتح لجميع الاحزاب، تجاوزوا الحسابات وفكروا في التردد ككل. الحسابات الصغيره ما كاينلاش ندخلوا فيها، لان التردد ماشي محتاجه للسياسه، التردد محتاجه لقرارات اقتصاديه كبرى باش ترفع المستوى ديالها، اما السياسه راه ماشي كيتكلم. لذلك ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.